ليا واحد صاحبي اتخانق مع مراته خناقة كبيرة، خناقة الرب السما، وهي كانت غلطانة فيها غلط شديد، يمكن لأول مرة من 4 سنين جواز يتخانقوا خناقة زي دي. ساب لها البيت ومشي، وقعد فترة مفيش ما بينهم كلام ولا سلام. استمر الحال ده حوالي 3 شهور، وبعدها بفترة تحديدا يوم 26 مايو نزلت قابله وكنا رايحين مشوار. قال لي تعالى نجيب ورد ونروح مشوار يخصني الأول. جاب الورد ورحنا على الجامعة في مكان مناقشة مراته للماجستير، ودخل وحط الورد على كرسي من كراسي الحضور، وكتب ورقة بيقول فيها: مهما كان اللي ما بيننا، ومهما كنت زعلان منك، في لحظات معينة ما ينفعش أكون مش موجود فيها حتى لو من بعيد. ونزلت وسألته: هو أنت ليه عملت كده مع أنك زعلان منها زعل شديد؟ قال لي: البنت في لحظات معينة ممكن تحس بضعف يكسرها لو ما حسيتش أنك جنبها، ومهما كنت زعلان منها أو متضايق أو حتى مش هكمل معاها، فأنا عمري ما أحب أشوف روحها مكسورة. كنت عايز أحسسها أني موجود، يمكن تحس بالدفى. اللي بيحب بجد عمره ما يسامح نفسه لو شاف حبيبه مجروح، حتى لو كانت هي السبب. القصة مش في مين السبب ومين يرمي اللوم على مين، احنا في مركب واحدة، ولو غرقنا مش هيشفع لحد فينا انه ما كانش السبب، احنا الاتنين هنغرق. الموقف ده يا جماعة علمني كتير، علمني ان في لحظات معينة العناد لو مر عليها هيدمر اللي راح من العلاقة واللي جاي كمان، وان اللي بيحب بجد لازم يحافظ على اللي بيحبه من الانكسار. ممكن يزعل، يبعد، يعاتب، انما لا يجرح ولا يكسر، ومهما كانت درجة الخصام فلازم يحافظ على الذكرى، وكله هيعدي. ولما بيعدي ما بيبقاش غير ذكرى في حياة اللي قدامك، في لحظة فارقة، وانت كنت فين وقتها وعملت ايه وتصرفت ازاي. لحظة بيكون فيها روح اللي بتحبه تايهة، وانت يا اما عرفت تلحقها يا اما سبتها تشرط في الضلمة، وساعتها عمرها ما هترجع ابدا حتى لو ولعت صوابعك العشرة شمعة. استنونا بعد الفاصل. واحد ومراته متخانقين خناقة كبيرة، ولما الراجل بعد شوية عن البيت اكتشف ان هو غلطان فعايز يصالح مراته. فتفتكر الست بتتصالح ازاي؟ حضرتك لو هي بتحبه هتسامحه، يعني لو جه وهو ندمان ويقول لها مثلا حقك عليا انا اسف كده، هي هتحاول اللي هي طبعا، لانها الحب طبعا بيعمل معجزات، يعني ما جاتش من غلطه واحده او غلطتين. حلوه الكلمه، لو بتحبه هتسامحه. طيب ما في ازواج كتير عايشين مع بعض والحب بينهم مش كبير، بس يعني عايشين مع بعض، في الحالة دي يعمل ايه؟ العشرة برضو بتحكم على الواحد والله. حلو الكلام. العشرة بتحكم على الواحد وبتسامح، وكلمة منه حلوة برضو هتراضيها، خروجة، هدية، هتراضيها. يا سلام. يعني الست بتترضى بكم كيلو ذهب مثلا؟ اي حاجة والله، بتترضى باي حاجة، بس المهم الانسان يكون خلاص بقى ندم ومش هيغلط تاني. عجبني الكلمة اللي انت قلتيها، الحب وبعد كده العشرة. طب تفتكر العشرة ولا الحب الاقوى؟ طبعا الحب. الحب حضرتك لما يكون في حب وفي تراضي يبقى كل حاجة تبقى جميلة. ويا سلام لو حب وكمان عليه شوية عشرة. يعني العشرة والحب حضرتك، حتى لو ما فيش حب والعشرة كويسة معاه هتتراضى، لكن لو ما فيش بقى عشرة هي تبقى خلاص بقى، هي كده تبقى كده حاجة مستحيلة. واحد متخانق مع مراته خناقة كبيرة، وقعدوا فترة كبيرة بعيد عن بعض، وبعد وقت وبعد ما هدي اكتشف ان هو كان غلطان في حقها وعايز يراضيها ويصالحها. تفتكر الست تتراضى ازاي وبتتصالح ازاي؟ بكلمة حلوة والله العظيم، وبترجع كل حاجة أحسن من الأول، بس هو يبقى عنده صدر واسع وصدر رحم، وإن هو يقدم لها اعتذار من كل قلبه يعني، فهي هتتسامح وهترضى، لأن الست بتلين بكلمة، هي الكلمة الواحدة، مش بتلين بأي حاجة ولا بكنوز الدنيا. يعني بكلمة الست بتترضى؟ بكلمة واحدة. يعني مش بذهب ولا هدايا ولا دباديب ولا الكلام ده؟ ولا ألماس ولا ياقوت، أنا عندي بالنسبة لي الكلمة هي كنوز الدنيا. الحنية، الكلمة الحلوة، الكلمة الطيبة، المعاملة الحسنة، ان هو يعترف بغلطه وهو كان غلطان، ان هو يتراجع عن افعاله اللي وصلت المشكلة انها تكبر، وان الست تاخد جنب وتزعل، ويكون زعلها ان هي مش عايزة تتراضى ولا تتصالح. طيب لو مثلا اهلها رافضين
يقول لك لا ما هي مشكله بقى الطرف الثالث. المفروض بقى ان المشكله ما تخرجش بره البيت، وده عن تجارب الحياه اللي احنا عشناها، لان الست هي وجوزها بيرجعوا لبعض وبيتصافوا وبيصالحوا، والاهل هي اللي بتشيل. فبلاش المشكله تخرج بره البيت، لو خرجت بره البيت بتكبر وتوسع، جوه البيت بتتحل. ده بقى عن تجربه شخصيه. يا ريت الناس تفهم وتتعلم ال- 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 اسرار البيت لما بتخرج لطرف ثالث الموضوع بيكبر، وفي الاخر ممكن الزوج والزوجه يتصالحوا، ولكن النفوس بعد كده هي اللي تشيل. حقيقي تحصل فجوه كبيره جدا في العيله، والترابط بيقل، والحب الاسري بيقل، والعائلات بتخسر بعض. يعني زي ما بيقولوا كده اللبن بيتعكر، وخصوصا بالذات في مساله النسب، وده عن تجربه شخصيه. بلاش بلاش المشكله تخرج بره البيت. طب سؤالنا النهارده، الست بتتراضى ازاي؟ والله الست بتتراضى بالدلع والحنيه وانها تكون حقيقيه اكتر في علاقتها مع زوجها. يعني في ستات بتقول لا احنا عايزين كيلو ذهب علشان نتراضى، الكلام ده حقيقي ولا اشاعات؟ لا لا خالص، الذهب ممكن يتباع وممكن يعني يضيع وممكن اي حاجه، لكن العشره والعلاقه الطيبه هي اللي بتبقى. حلو الكلام. يعني الست بتتراضى بدلع وحنيه وكلمه حلوه وطبطبه واحتواء. بالظبط صح كده، جاوبت انا على السؤال صح كده؟ اه تمام تمام يا استاذ. هتتعدل واحوال خلوني في البداية أبدأ بسؤال، هي الحياة وردية ولا بيحصل خناقات ومشاحنات وصد ورد، اختلاف في وجهات النظر؟ أكيد بيحصل وهيحصل، لأن الحياة متقلبة وكل خطوة بنمشي فيها بيحصل مواقف، يا نتفق عليها يا نختلف. بس لما نختلف على حاجة ونزعل من بعض ونقرر نسيب أو نفترق في لحظة وقتية من صنع الشيطان، أرجوكم سيبوا الباب موارب، ما تقفلوش الباب وترمي مفتاح في سبع أرض، علشان وقتها الرجوع مش هينفع ولا هيكون متاح في اختياراتك. في ناس لما بتخاصم حد بيفجروا في الخصومة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بيقفلوا الباب في وش اللي قدامهم، بيعروهم وبيعيروهم كمان، بيخلوا شكلهم وحش قدامهم وقدام نفسهم، بيقولوا كلام ما ينفعش يتقال ويجرح، بيطلعوا الانفعال اللي جواهم بشكل يوجع، وإن كان اللي قدامهم حتى غلط بيفسروا الغلط ده ويعلنوه على الملأ بشكل يخوف ويكسف، واللي المفروض ما يخرجش، سواء أحاسيس مش كويسة، غلطات حصلت في السر، كلام اتقال ما كانش له داعي، بيقولوا كل اللي جواهم بشكل يخلي العلاقة مستحيل ترجع من تاني، لأن الاتنين خلاص ما بقوش يشوفوا بعض زي الأول بعد الكلام اللي اتقال. طبعا كلام عرى وجرح وكشف حاجات كانت مستخبية في الظلمة وكانت مسيرها تموت. فلما تنفعل ما تقولش كل حاجة جواك لحظة غضب، لأن في لحظات الانفعال والوجع بنحس وقتها إن مستحيل نرجع من تاني، لأن اللي ما نعرفوش إن مع الأيام هننسى شوية، والفوران اللي جوانا هيهدى كمان، ووقتها لو كان الباب موارب كانت العلاقة هترجع زي الأول ويمكن أحسن كمان، وبزقة بسيطة كنت هترجع مكانك. أصلك لا جرحت ولا وجعت، لا كشفت ولا عريت، هتبقى خايف على اللي بتحبه حتى في أشد لحظات الخصام. أما لو قفلت الباب بالضبة والمفتاح مستحيل هترجع تاني، خلاص الباب مقفول، وأي محاولة لكسره هتهد من روحك ومن روحه، هتاخد منك ومنه عمر ومجهود وطاقة، وكل ده هيروح على الأرض، مع إنك وقتها هيكون نفسك ترجع وهتقول يا ريتني ما كنت عملت كده. شكرا ليكم وإلى اللقاء.